في عام 1945 التقى الملك عبد العزيز رحمه الله بالرئيس الأمريكي روزفلت، وشهد هذا التاريخ بداية واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية على مستوى السياسة العالمية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. بعدها في 1957 شهد التاريخ أول زيارة لملك سعودي لأمريكا، وكان في حينها الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله. وفي 1974 كانت أول زيارة لرئيس أمريكي إلى السعودية، وكان في حينها الرئيس ريتشارد نيكسون. وخلال هذه العقود الثمانية ظلت العلاقات واستمر التحالف وازدادت الشراكات السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي والأمني ودورها المؤثر في المنطقة وفي أسواق الطاقة في العالم، وأمريكا بكل قواها السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى العالم. وككل العلاقات التاريخية بعيدة المدى تمر الحوارات ووجهات النظر والاتفاقات والاختلافات والأزمات، ولكنها أمام متانة العلاقة وحكمة القادة والمصالح المشتركة تذهب ويبقى جوهر الشراكة قائما. السعودية وأمريكا تاريخ عريق من العلاقات تعززه القوة، وهذا يحدث مع الأوطان الكبرى. We'll be right back.